السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعين قناة تركية وحكاية الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، معاكم أخوكم مراد محمود ومتابعة جديدة لمشروع قومي جديد على أرض محافظة الأسكندرية. مشروع قومي كل الناس كانت مستنياه لأنه هيحل أزمة مرورية كبيرة، هشرحه لحضراتكم في آخر الحلقة، بس الأول هقول لحضراتكم خبر حصري عن المشروع ده علشان حضراتكم تكونوا أول ناس يعرفوا الخبر. بس يا ريت الاول شرفني بالاشتراك في القناة، فعل زر الجرس على الكل علشان يصلك اشعار بكل الحلقات والاخبار الجديدة، لايك وقول لي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض، ويلا نبدأ. نقلا عن صفحة وزارة النقل، ان شركة النيل للانشاء والطرق التابعة لوزارة النقل والمكلفة بانشاء كوبري ودوران برج العرب بطريق الاسكندرية الصحراوي اتمت رفع وتثبيت قمر الكوبري الواقع اعلى اتجاه القاهرة الاسكندرية، وده بعد ما تم عمل تحويلات مرورية للطريق الصحراوي بالاتجاه ده تحت إشراف إدارة المرور قبل منتصف ليل يوم الخميس إلى صباح يوم الجمعة 11 مارس 2022، وبعدين تم فتح الطريق في المسار الطبيعي بعد إنهاء الأعمال. طبعا من المعروف أنه بيتم إنشاء كوبري جديد أعلى طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي في منطقة برج العرب للقادم من إسكندرية وبيلف تاني للعودة في اتجاه إسكندرية، بديلا عن الدوران السطحي للخلف اللي كان دايما بيتسبب في تكدس مروري في الطريق الصحراوي في المنطقة دي. معالي وزير النقل كامل الوزير قال ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه ان عدد حارات اي كوبري يتم تنفيذه ما تقلش عن 3 حارات، وده علشان تحقق السيولة المرورية وكمان تسهل حركة تنقل المواطنين، لكن مع وجود الكوبري هتنتهي الأزمة المرورية تماما في المكان ده، وكمان هيكون واقي ضد الحوادث، وبتعتبر القيمة الإجمالية لتكلفة الكوبري ده 80 مليون جنيه. وإن شاء الله منتظرين مع حضراتكم افتتاح الكوبري قريب واللي هيحل أزمة مرورية كبيرة. سعدت جدا بحضراتكم النهاردة، وياريت لو الحلقة عجبت حضراتكم تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يصلكم إشعار بالحلقات والأخبار الجديدة، وياريت لايك وتقولي في التعليقات حضرتك كنت اللايك رقم كام علشان نعرف بعض، وشكرا ليكم.